كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد الا بما تجد. يعني هل 200 اللي تعطيها اختك ولا الفاتوره اللي تسدد عن ابوك بعض المرات ولا الالف اللي تعطيها امك، كلها امور جميله وتحمل معاني عميقه. فاستغل فرصه انها اسعفت كل حياته وساعدتك الظروف بان تمكنت من البذل والعطاء مع وجود من تحب. يعني انت تدخل بيتها الحين تلقى امك تصلي في الصاله واخواتك يقرقعون في المطبخ واخوه نايم في المجلس واخوه نايم في المقلب وابوك داخل معه مقاضي وجدك تقرا قران في الشمس. تعتقد ان هالاجتماع الرائع يبي يبتل؟ ترى الدنيا ما فيها مطول وسريع اختلافها وعجل تغيرها. كلها 10 سنين 15 سنة ثم ما تلقى احد، اللي مات واللي راح. حتى اخوانك تلقى هذا مبتعد ما يجي في السنتين الا اسبوع، وهذه عرست وراحت ولهت ما عاد تشوفها الا في العيد. وفي الغالب ان بعد الام جميع المحاولات الاجتماع تبوء بالفشل ثم الاقتناع بالشتات. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا على ان يتفرق. الحق راك عقب تبي تمر بيتهم عقب ذاك الاجتماع والحنه والرنه والداخل والطالع تلقاها طائف دلنبات ومظلم ومغبر. توقف تامل تفكر تحس انك اضعتها كثير من الفرص، لانك بعدين تبي تاكد انهم كانوا الاصدق والاجمل. حاول ان تتدارك وترسم ذكريات جميله مع تحب قبل رحيلهم وتشتتهم واستغنائهم. واعرف انك بحاضرك الان ترسم الماضي لنفسك. اليوم هذا هو الماضي بعد 10 سنين. صنع لك ماضي جميل، اجعل لك مواقف وذكريات وحكايات تعلقها في متاحف الذاكره. مواقف تؤنس وحشتك في قاب الايام. ترى الماضي الجميل فيه دفء وفيه انس. واللي ما لها اول ما لها ولا لها.